بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا صباح الخير عليكم جميعا، حلقة جديدة ولقاء جديد وصباح جديد، إن شاء الله يكون صباح فيه كل الخير. نتمنياتنا لكم بالصحة والعافية وموفور النعم مع كل بداية جديدة لصباح جديد إن شاء الله. فقرات متجددة، نتمنى أنه نقضي مع بعض فترة صباحية ممتعة بإذن الله. تحياتي والفريق العامل، وصباح الخير شيماء. صباح الخير عليك يا رشا، يسعد صباحك وصباح كل المشاهدين اللي متابعين لصباح الخرطوم. صباح ان شاء الله مفعم بالامل وبالتفاؤل باذن الله تعالى، ونحن في خواتيم هذا العام نتمنى انه ان شاء الله نستقبل العام الجديد بكل الأمنيات الطيبة، واللي ما يتحقق في هذا العام إن شاء الله يتحقق في العام القادم. فقط شهر يفصلنا من العام 2021، مر هذا العام يا رشا بكثير من التفاصيل. شك إنه في عام واحد ده عدد من الأعوام في هذا العام ليطوله صراحة، وللأحداث المتلاحقة نعم. فقدنا كثير من الشخصيات البارزة على مختلف المجالات، أطباء، فنانين دراميين لهم الرحمة والمغفرة، ومؤخرا فقدنا الفنان القامة حمد الريح، نترحم عليه وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهو أحد أيقونات الفن السوداني، وهو رجل صاحب كاريزما فنية عالية، له كثير من الإسهامات في الفن السوداني، جميل الكلمات والألحان والنقم. هو الآن حاضر في ذاكرة الشعب السوداني اللي هو الرحمة والمغفرة، بنعزي أسرته وكل الشعب السوداني. أكيد يعني كل الشعب السوداني يوم أمس يعني فوجع برحيل الدكتور حمد الريح رحمه الله رحمة واسعة، واسكنه فسيح جناته وتغمده برحمته الواسعة يا رب العالمين. أكيد الحديث يعني يطول عن الفنان الرقم الأستاذ دكتور حمد الريح. هو واحد من الفنانين الرائدين في مجال الأغنية السودانية، قدم كثير من الأغنية التي ستظل حاضرة بالتأكيد في ذاكرة كل سوداني. هو أستاذ بالتأكيد للأجيال، بنتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه يرحمه برحمته الواسعة. ودي ربما إشارة يعني في كل يوم إحنا بنفقد رمز من رموز السودان بكورونا. دعونا دائما في كل صباح إنه إحنا نرسل محاذير لكل السادة المشاهدين ولكل أهلنا الطيبين في بقاع هذا الوطن الحبيب الغالي. ندعو ربنا سبحانه وتعالى ونرفع الأكف بالدعاء إنه يذهب عنا هذا الوباء بإذن الله تعالى. إذن اتخذوا الحيطة والحذر، ما في داعي للتجمعات المختلفة. والناس الزعلانين في إنه هم وقفوا المدارس، بالتأكيد دي لمصلحة أبنائنا وبناتنا. إن شاء الله ربنا يحفظ الجميع ونتخطى هذه المرحلة ويعود العالم كما كان بإذن الله تعالى. فقط أكثروا من الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. ده كله مهم جدا بالتأكيد في حياتنا، والأهم برضو يا شيماء الغذاء السليم. نعم، والغذاء السليم واهتمامنا بصحتنا واهتمامنا بتناولنا للأشياء المفيدة، ولو كانت أشياء بسيطة، كانت أشياء يعني بالمتوفر من حولنا، لكن نحن ننشط فيه والقيمة الغذائية العالية. والسودان مليء بالخيرات الكثيرة اللي ممكن نحن ناخذ منها كل الأشياء اللي بيحتاجها جسمنا واللي بتقوي من مناعتنا. وهذه المناعة نحن محتاجينها في الأيام دي بالتأكيد يا رشا، بتناولنا لكل المنتجات أو لكل الأشياء الغذائية اللي ممكن تكون فيها عناصر غذائية عالية، هي من شأنها أنها تساعدنا على مجابهة الأمراض سواء كان كورونا أو حتى الأمراض اللي بتصاحب فصل الشتاء. كثير من الأمراض ونزلات البرد والالتهابات والتفاصيل دي هي مصحوبة أكيد مع فصل الشتاء، بتحتاج لأنه نقوي من مناعتنا، نتغذى كويس. ويمكن الغذاء الجيد هو موضوع حلقتنا لليوم، ورشا أكيد هي دعوة مننا صباحية لكل الناس إنه تهتم بصحتها، يعني صحتك غالية تهتم بها أكثر. إذن صباح الخير من جديد على كل السادة المشاهدين. دي بعض الملامح، لحن صباحي منهدي لكل الناس، ودعونا نستبشر ونتفائل خيرا مع كل بداية جديدة ليوم جديد إن شاء الله.
مرحبا من جديد بكل المشاهدين المتابعين لصباح الخرطوم. نزعت كثير بعدد من الفقرات والموضوعات اللي حنتطرق لها من خلال هذه الحلقة، والبداية لهذا الصباح صحافة الخرطوم كالمعتاد. بالتأكيد البداية معك راسا. نبدأ صحيفة اليوم القراءة بصحيفة الانتباه. أديب للانتباه حان وقت مثول كباشي للتحقيق. نيويورك تايمز: اتفاق التطبيع السوداني الإسرائيلي معرض للانهيار. اجتماع بين حمدوك والتغيير حول الحكومة الجديدة اليوم. وتخصيص مقعد بمجلس الشركاء الانتقالية للشرق وسبعة للثورية. الطيران المدني لا اتجاه لإغلاق المطار. أيضا الشيوعي: مجلس الانتقالية انقلاب على الثورة. وأخيرا توجيه المدارس الأجنبية بإيقاف الدراسة. نعم، في صحيفة التيار: الفكيل التيار قرارات وشيكة لإيقاف موظفين في مناصب حساسة. غرفة الملاحة ترد على تحركات لموردين دعوا لإيجاد مواني بديلة. البيت الأبيض يخطط لحفل التوقيع بين السودان وإسرائيل هذا الشهر. صحيفة السوداني كتبت: إمبريال كوليدج أكثر من 16 ألف وفاة غير مرصودة بكورونا بالسودان. السودان يسلم إثيوبيا 50 جنديا من الفارين من حرب تيغراي. مفاوضات مكثفة بواشنطن لتمرير قانون الحصانة السيادية للسودان. كباشي يكذب أديب وينفي مخاطبة الجيش أو اللين له بالمثول للتحقيق. التوافق على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية ب 27 مقعدا. الهادي إدريس: اتفاق جوبا وضع حدا للانتهاكات حقوق الإنسان. أيضا مدير إدارة الإمدادات بالاتحاد الأوروبي يصل الخرطوم اليوم. وإليك شيماء. الحداثة جاء فيها: مراكز عزلة تفرض على ذوي المتوفين بكورونا 12 ألف جنيه لتجهيز الجثمان. مقتل نازح وإصابة خمسة آخرين في هجوم لمسلحين شمال نيالا. كمال كرار: الحكومة تتعامل بسياسة التعويم في الواقع لكن غير معلنة رسميا. بومبيو يؤكد إجازة قانون الحصانة السيادية خلال أسابيع. 46 ألف مصاب بالإيدز في السودان، ومنحة بقيمة 140 مليون دولار لمكافحة المرض. إليك رشا والوطن. صحيفة الوطن، ونختتم بها هذه الجولة السريعة مشاهدي الأعزاء، كتبت: وصول وفد أوروبي رفيع المستوى إلى الخرطوم اليوم. توالي ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، اتجاه لسن قانون يجرم العنصرية بالسجن لمدة خمس سنوات. السعودية تستفسر عن صحة الماشية السودانية. دي مشاهدة العزاء. الختام بالصيحة. نعم. يا رشا، عندك صيحة؟ نعم. كويس، تمام، تفضلي. وزير التربية للصيحة: لا نتحمل التأجيل ونتحسب لأسوأ السيناريوهات. نيويورك تايمز: ارتباط بالبيت الأبيض لتوقيع سلام السودان وإسرائيل. إضراب شامل لنواب الاختصاصيين الجمعة المقبلة. الثورية: اتفاق جوبا أقر هيكل المؤسسات العسكرية ومشاركة المرأة دون تمييز. السفارة الأمريكية: واشنطن شريك وصديق للخرطوم. هذا ما جاء في صحافة الخرطوم الصادرة صباحا لهذا اليوم. بالتأكيد مشاهدينا نتواصل معكم، فاصل قصير يفصل بيننا وبين ضيفنا الموجود معنا على الاستوديو مباشرة.
ده صباح الورد من جديد على كل السادة المشاهدين. صباح إن شاء الله خير على الجميع، ونواصل هذا الصباح معكم مشاهدينا الأعزاء بفقرات جديدة في كل يوم. دائما ما نسلط الضوء على منظمات المجتمع المدني ودورها الرائد في تقديم خدمات مميزة لمجتمعنا السوداني. في هذه الأيام وبعد التوقيع على السلام، دائما ما نسلط على معسكرات